كل مكان تسير بحضراتكم مع انطلاقاتنا الصباحية المميزة التي تحمل تحديات هذا الصباح، حيث شوطنا 17 في انطلاقة هذا اليوم، وها هو الشوط الخاص بالأبكار الإذاعي المحليات الأصايل ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. في مقدمة هذا الشوط نذهب المركز الأول مباشرة، وهذه انطلاقة البداية حيث تتقدم هملوله لمحمد بن قرين بن علي العامري، يتقدم وتتقدم للمركز الأول، بينما في المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات دينا تعود ملكيتها لسويد بن عامر بن يريو المنصوري. دينا احتلت المركز الثاني، نقل الى المركز الثالث. هذه اللي وصلت بشعار بن معيضد، هذه عاليه. محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي حضر من المركز الثالث، بينما المركز الرابع هجيمه لمايد بن احمد بن هاشم العوضي احتل المركز الرابع، والمركز الخامس شعار حياب بن مطر بن حاذل اكتبي مقدما غشمرة انتزعت المركز الخامس. المركز السادس في هذه اللحظات حضور من قبل الحذرة عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. والمركز السابع هنا شعار بن زيتون، حيث تتقدم النهضة لحمد بن عوض بن زيتون المهيري حاضرا في تحديات هذا اللقاء، محتلا المركز السابع. المركز الثامن نتابع صدمة أحمد بن عمهي بن حميد المنصوري. المركز التاسع وصلت الظبي عبد الله بالطوير بالمر العامري يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر في المركز العاشر الظبي لخليفة بن خميس بن شلبوت الخيلي من حقق المركز العاشر، وبالأمس كان التوقيت معه ومع أحد جعادين اللي شارك بها في صباح يوم الغد. أعود إلى المقدمة، أعود من جديد إلى الصدارة. ما شاء الله شعار بالقرين، هذه هملولة حاضرة في تحديات الشوط لمحمد بالقرين العامري، يتقدم ويحضر مع هملولة. في الموسم الماضي قدم لنا مياسة التي ذهبت إلى أحد المؤسسات، اليوم يقدم هملولة مع هذه المحليات الأصايل، ومشاركة راقية جدا وفعلا من خلال هذه اللقاء. المركز الثاني دينا احتلت المركز الثاني لسويد بن عامر بن يريو المنصوري، ياخذ المركز الثاني. النقلة الى المركز الثالث، وبن معيضد يحضر مع عالية محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي، بينما المركز الرابع شعار بالحلوس هنا في هذه اللحظات، وهذه الحذرة عبيد بالحلوس بذيبان العامري يحضر على رابع المراكز. المركز الخامس وصول من غشمر حياب بن مطر بن حاذل اجتبي. المركز السادس سلان في هذه اللحظات وصلت حجيمة مايد بن احمد بن هاشم العوضي، وهناك النهضة من الجانب الاخر حمد بن عوض بن زيتون المهيري على سابع المراكز. المركز الثامن تقدمت الظبي لعبد الله بالطوير بالمر العامري. المركز التاسع حضور من صدمة احمد بن عمهي بن حميد المنصوري. والمركز العاشر هذه الظبي خليفة بن خميس بن شلبود الخيلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء لمراكزنا المتقدمة والحاضرة في ملتقى هذا الشوط أيها الحفل الكريم. مشاهدينا الأعزاء،
أعود إلى مقدمة الشوط، والمقدمة ما شاء الله ثنائية، الله بين هملولة وبين ديما هياتين أو دينا على المركز الثاني. هذه الآن هملولة، محمد بالقرين بن علي العامري يسيطر يتقدم يحضر في هذا الملتقى المركز الثاني. هناك دينا سويد بن عامر بن يري والمنصوري يحتل المركز الثاني، لكن شعار احياء بن مطر بن حاذة الاجتبي بدا يتدخل مع وجودي غشمره، لكن هناك التسلل من الشاهينيه راشد بن علي بن خصيبه الظاهري وصل خذ المركز الثالث. المركز الرابع بن حلوس يقدم الحذره في هذا الملتقى، عبيد بن حلوس العامري وكذلك هناك الله شوف هذه حضور سالم بن سعيد بن كاسم المسافري حضر مع حضور تبغي تمر مرور من خلال كل هذه المشاركين. 1200 على خط النهايه ما شاء الله، المركز الاول لا زالت هذه بعد السيطره تقدمت على ناموس هذا الشوط. دينه سويد بن عامر بن يري والمنصوري، لكن بن خصيبه يحضر بوجود هذا الاسم ما شاء الله. الله يا الشاهينية، لكن شوف اللي مرت حضور غطت على كل الحضور. سالم بن سعيد بن كاسم ما شاء الله، شكل عون ولون من فرده بشكلها وجمالها. شوف المحليات الاصائل، الله يا مجملهين يا محلان، يعني لو ركز لنا المخرج على راس وحده من هذه المطايه شوي دقيقه وعشرين ثانيه عموما اكل. شوف دينا تتقدم وهناك حضور وكذلك الشاهينيه بن خصيب بن كاسب بن يريو وبن خصيبه، لكن راح بن يريو. الله يا سويد يا بن عامر يا بن يريو يا المنصوري، غرد في ناموس هذا الشوط مع دينه. المركز الثاني سالم بن سعيد بن كاسب، المركز الثالث راشد بن علي بن خصيبه الظاهري وخلف بن راشد النايلي ياتي يحتل المركز الثالث الرابع الان مع راشد بن خلف بن راشد النايلي. لكن سلام وين الوثبة، الله مشكور يا راعي الوثبة سويد بن عامر بن يريو المنصوري. وهالي النهضة، هل النهضة يا أبو حمد، شوف هذه النهضة. سلام لهالي النهضة في العاصمة الحبيبة أبوظبي. سلام يا سويد يا بن عامر يا بن يريو يا المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حضور سالم بسعيد بن كاسب، المركز الثالث وصلت غشمرة حياب بن مطر بن حاده، المركز الرابع هذه زعفرانة لراشد بن خلف بن راشد النايلي، والمركز الخامس الشاهينية لراشد بن علي بن خصيبة الظاهري. هكذا كانت النتيجة في انطلاقات هذا الشوط وفي تحدياته وفي نواميسه. نذهب بحضراتكم إلى البداية وإلى الانطلاقات ما شاء الله. شوف البداية 9 دقائق 14 ثانية وجزئين من الثانية، ثانينا لعامر بن سويد بن ريو المنصوري على فوز بالفوز بالمركز الأول مع دينا، ثانينا والناموس. المركز الثاني سالم بن سعيد بن كاسب 9 دقائق 16 ثانية 6 أجزاء من الثانية، ثانينا على فوز حضور بالمركز الثاني، بينما في المركز الثالث كانت غشمرة حياء بن مطر بن حاذة الاجتبي حل في المركز الثالث 9 دقائق 17 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا.